الشارع التركي سعيد بسقوط الإخوان المسلمين في مصر كونه أهم حليف لأردوغان في المنطقة الذي سيكون دوره التالي، لأن ثورة في تركيا بدأت ولن تنتهي إلا بسقوط إخوان تركيا. وانتقد الأتراك تصريحات أردوغان وداود أوغلو فيما يتعلق بالأوضاع في مصر. الشباب التركي الثائر فرح بسقوط أهم حليف للسلطان أردوغان المرتعب الآن، لأن سقوط الإخوان في مصر أسقط مشروع الإسلام السياسي في المنطقة الذي بناه وأسس له أردوغان منذ توليه السلطة في تركيا. ما حدث في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، بل ثورة شعبية أطاحت بحكم مرسي كما أطاحت بحكم مبارك. في الحقيقة الانقلاب حدث عندما أتت أمريكا بالإخوان إلى السلطة في مصر، والآن مع سقوطهم سقط مشروع الإسلام السياسي في المنطقة. فكما بأت محاولات أردوغان إسقاط الحكومة في سوريا لجلب حلفائه الإخوان إلى الحكم بالفشل، جاء سقوط الإخوان في مصر كالصاعقة على رأسه. برأيي الدور التالي سيكون بإسقاط إخوان تركيا، فالثورة التركية بدأت ولن تنتهي. اتحاد الشباب الأتراك الراعي الرسمي لحركة الاحتجاجات في تركيا يعتبر ما جرى في مصر هزيمة للقوى الإمبريالية الداعمة لما يسمى الإسلام السياسي الذي تستخدمه حسب مصالحها في المنطقة. الحركات الشعبية المعادية للإمبريالية الغربية بدأت بالصعود في الشرق الأوسط. هذا يبدو جليا بالحركة الشعبية التي بدأت ضد حكومة العدالة والتنمية في تركيا وإسقاط حكم الأمريكان المتمثل بالإخوان في مصر. من مفارقات الثورة المصرية عندما سقط مرسي، الصيحات والعويل بدأت في أنقرة، وكأن من سقط في مصر هو حزب العدالة والتنمية. هنا دعني أنوه بالكلمة المهمة للرئيس السوري: الإسلام السياسي سقط في المنطقة، حقا إنه سقط. الشارع التركي بدوره انتقد تصريحات حكومة بلاده بما يخص الثورة المصرية، معتبرا ان كل حزب يستخدم الدين لمكاسب سياسية سيسقط كما سقط الاخوان في مصر. بالتأكيد كل من سيتخذ الدين لاغراض سياسية سيسقط كما سقط الاخوان في مصر. كما تعلمون ان الاحتجاجات في تركيا بدأت ايضا بسبب استخدام الحزب الحاكم للدين للتضييق على المواطنين. بعد سقوط الإخوان في مصر سقط مشروع الإسلام السياسي من الحلبة الدولية، هذا يعني أن المتأسلمين في تركيا أيضا سيسقطون. يتساءل الشارع التركي المعارض لحكومة العدالة والتنمية، هل لسقوط الإخوان في مصر ومعهم مشروع الإسلام السياسي في المنطقة أثر الدومينو في تركيا؟ أديب عبد الفتاح، التلفزيون العربي السوري، أنقرة. حكومة أردوغان تتجرع كأس حماقاته الإخوانية ورهانات بنشر مشروعها الإخواني في المنطقة. والاقتصاد التركي والمواطن هما ضحايا تلك الحماقات، وآخرها توقف حركة الملاحة البحرية التجارية بين مصر وتركيا. أرخى انهيار الحركة الإخوانية سياسيا وفكريا ابتداء من عز الحمدين وليس انتهاء بخلع مرسي وزمرته بثقله على تيارات الإسلام السياسي في المنطقة التي تميد الأرض من تحتها من ساحة تقسيم إلى شعلة التمرد الجديدة في تونس. أدرك إمبراطور الحركة الموهوم في الشمال أن وباء هذه العدوى سيطاله بين يوم وآخر، فعلى صراخه لنصرة الشريعة الإخوانية في مصر وطرق بنواحه عنان السماء حيث علقت أحلامه الإخوانية، كما علقت بسياساته الرعناء مصالح البلد الاقتصادية التي أسندها بعربة الإخوان في المنطقة. لم يتعقل الرجل الموهوم بعد الخسارات الاقتصادية في بلاده إبان اعتصامات تقسيم وما سبقها من الأحداث في سوريا، بل تابع سخاءه على رجله المهزوم وطغمته الإخوانية في مصر، إلى أن آل الأمر بعد خلع صديقه إلى قطع الخط الملاحي الواصل بين الموانئ التركية والمصرية وتوقف إحدى السفن التركية عن العبور منذ يومين قبالة أحدى الموانئ المصرية. تتصدع إمارة الوهم الإخوانية الموعودة تحت تلال الرمال المتحركة التي تكاد تبتلع ما تبقى منها بعد أن رفع السيد الأمريكي الغطاء عن إخوان مصر ومرسيهم وأعتق نفسه من رائحة أمراء النعاج، ولم يبقي في شعبته أي طوق نجاة للرجل العثماني ولا لليساري السابق اللائذ بالعباءة الإخوانية. من المركز